بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما زلنا في شرح كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، وما زلنا في تعدد أنواع العبادات كما ذكر ذلك ابن كثير في قوله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وعدد أنواع كثيرة من العبادات، ومنها ذكر الذبح. درسنا اليوم عن الذبح وما يتعلق به. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدماء أو الدم على وجه مخصوص، على حيوان معين، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح ندوره وش أي أيود رجنا ترينا نقر وشو أيود رجنا تريك كسر درو ونقول كتشكي ونتكوم توصارة وشي أيون أشروك وشو تشرر توصارة أيون ناسك كسر كينام كينانا كنا كورم يجكر وشو تشروان مثلا دهو كورم يجكر أيون ناسن شيما كورم يجكرني أيون ناسن كسر درو ونقول كتشكي تايورا نينا قول كتشكي نينا تاو درو غرش غرا درور وشوش نينا تتغفر تغصاري غرا بطوك غرا تبطور تغصاري وشو دي شروك تكاية تغصاري أيو ناسك أي ثرما ذبح عندك ذبح عندك تكاية الله ذبح من دم وان أروادو من ذبح عندنا من كنجلسنا أكوزو الله يكره أرواني قدرت رسك زي لا يكره أي الله قدر إن كرد أرواني يعني قدرت وصوته إن الشرك الأكبر در نصرك زي آية نورما فرغة: قل إن صلاتي صلاة تموية ونسكي أرواد تموية ومحياي نر تموية ومحياي كرنا تموية قلنا لله رب العالمين لا شريك له. الله قدر إن كرد تدرو صلاة تانوية أرواد تانوية إيو نيل تانوية حياة تانوية جنة كرمة تانوية جنة لله الله سبحانه وتعالى خالص الجنة اللي يدمنها إنه إن كرد روتينر مخلوق ترى الأور. إذن أي أعلى درجات التوحيد أي الله القدر إن كرد يعني قدر توصو لا يا مثلا الله القدر لا يا كرا أرواني توصو أي شرك الأكبر ثم ما إسلام الرويك ينينا أروادو غور أرزا إرو أروني يعنيك آي نتري رسول صلى الله عليه وسلم فارغر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه تكرنه. أنترى الله نغاين رب صني غور دي أركان الإيمان دسيا أيو ويؤمن بيوم الآخر كغو أن تكرا تغصو وساطة درد تغصو فليكرم ضيفه أرضي سماء مرانا إرو مرانا كرمشنا ناي كرمشنا ما نما إني أي أرواجي چنك مروا برواكو أوغر قدر چنكر كوغا بزرقو طبعا حسب المستطاع سيكون مرانا داما أي داما واجب روز الدين مرانا مقتدرني أما وراني محتاج إلى تكاكو كوغا أرواجي چنك تي واجب تغصو أو مرانا داما مستطيع هنا تغصو تي واجب شنة تغصو كما وكذلك ايضا لاي يرين عنده فرض اندر واجب اندر الله اندر ارزي ارتوصو اندر الواني يعني اما واجب او مستحب تقصد اندر
أغن من ضمني تكرار درور وليمة وليمة دوري أن يري إشي توصو لازم أي أروينك حسب مستطاع سمر أقل شيء هذن أو أركو أو وين أو فر أو دور أو وين أو مجاي حسب ما مستطاع سمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الفارغة أو لم ولو بشات نعم مرة أريئوني يغي إشور أو عند ولو حدن تروني يريغو نغنى يناني أما دا كامناني فرحة جان تخريج أراكو ناكو ذونا نوري مثلا ين غرانجي أو نوري تجارة درو هرمن ما غنى آيا أروان مرة ين كاسك آيا نغنى جندان تنا غنى آيا نجندان الله إذا فرنا ذكر أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ أي أروان مرة داوة نوري بويت أو تشاسيك تنا جندان أين إبرة الله قردر جاني وتغسن إيو من أنواع إبادة ابن كثير ذكرتنا غرف كتاب ثلاثة الأصول درو النذر نذر دول النذر وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يجب الله عز وجل عليه ولا أراد أن يتقرب إلى الله بطاعة لكن نذر عند أنت نور النفس نمر الله سبحانه وتعالى فصلنا كذا مثلا الله سبحانه وتعالى يالي أن يميكو ينتوصو أو يالي تروني ين أو يكالي يدو يفوك ينتوصو طول حياة نرغينا ركعتين على الضحى كل فدر إلى أن دانا سنغال كوي تكيكا مثلا الله عندها وجبت النبي لكن نولي نفس النمارة وجبترم لكن وجبترم يتوصو عندها مرنانا سنغال جنة تاين مرشروان لكن نذر من دام أصلي مكروه واضح لأن إن الله سبحانه وتعالى إن داو دانجنا وراه إنه كله إسكت تكسر بي توجه كل أركان الإيمان آخر ركمة إني أن تؤمن بالقدر خيره وشره قانعني مرة إن أبلانم إن الله سبحانه نذر قول ما نقول إن الله جسراه إنه إنه كله دري إسكت إن داو جكر الله جسره كله بي نادرنه توجه كر الله سبحانه وتعالى أمر النذر قويندنه دا تصني وفجندنا قاقاك إني جالك يوفون بالنذر نذر سندو دا وفجندنا ويخافون آشندنا نذر من السبب دا قويندو دا وفجندنا يوما يمتراني كان شره شرما مستطيرا درسنا توجه كر نذر قويندنا توصو نذر سندو تومندك كويس أفن زب زب جيندن داي أما تا الله سبحانه وتعالى مرار برغا غالج آي أنواع إذا إن كور دا أصول الثلاثة در دا أن أصل أول نتالى دا نقول أن أصل منجنا معرفة دين الإسلام بالأدلة الأصل الثاني من الأصول الثلاثة كو وهو معرفة الدين الإسلامي بالأدلة دين الإسلام ومن دام دليل الحرمين دليل دوره غير إن حرمنا ما وصان جنة أنه سؤال ترانين جور مثلا الحمد لله رب العالمين صلاة وكر ركنانا جنرا أني سلنمو تغسنك سلنمو الركن صلاة ما بطلتين دليل ما أني كوين توصو رسول صلى الله عليه وسلم فرمه رسول صلى الله عليه وسلم فرض من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له تكنى أنت ترى صلاة سلينجر نورما جرمة الحمد قرأنا توصى صلاة دعني تكيف هذا إذا أي دليل دليل أي غير إن حرنا ما إنه أمر متكيف هذا متوصى أما جينا جوين ينك boy nona wurngen takadar ay
دليل الأصل الثاني هو معرفة هردنا دين إسلامنا بالأدلة غير دي غير الهردين عنا بالدليل الهردين دين الإسلام من التعريف سما إني معناه ما هردن ما إني هو الاستسلام لله بالتوحيد نرى دعما نرى جنا وين نغسنا الله وين نغسنا بالتوحيد ترون الله نرى إن دا وين نغسنا والانقياد له بالطاعة نرى دعما جنا وين إذا نغسك الله إذا دعونا يعني كانوا قلنا ما أنو كذي تلميني كذا مم نرجع زاد دعما نولي زاد دعما مم نرجعني تكذا سكسناي تايا أسرع شيء تايا نيجناي والبراءة بور نقصناي نرجعنا بور نقصناي إنر من الشرك شركية وأهله شرك دورة الله دي إن أقرأ هليجا الله هليكنا تقول مرة إن الله عندي فهم مرة الله إبرانينا أو إن الله عمل قول مرة الله وار مرة هلغا الله على مخلوق السماوات يعني وهو ثلاثة مراتب درجة سنة أكوزوج إنه إسلام مرة أول الإسلام درجة أول إمارة أنه مثلا ثلاثة درجات دور أول دور ثاني دور ثالثة جنان موليشنا بلونة جنان بيشنا الإسلام أركان سنة فو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله حرام لمن استطاع إليه سبيلا أي درجة إسلامنا جنر فيك أرفورة تامة غصورة عند إسلام درنا نصد ده تذكر حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمسة إن قال على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلنا أي درجة أول درجة أول إمارة درجة كذونة أي درجة أول درجة ثانية مع الإيمان وهو نطق باللسان تلاشين ماني فارق واعتقاد بالقلب أورن ماني غاينك وعمل بالجوارح وننوار جانك زي أركان الإسلام جانك ونن جانك صلاة زكاة زمة أجوية وردنا تيانين أي ماش حلال نشغلو أرجعنا إني وننوار جانك إيوه الإيمان من إني أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الإيمان أركان سنة دسي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره درجة ثانية إمارة درجة أول دان ني ثم ترشير المولي درجة ثانية داني درجة ثانية المولي تنبيله الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله سبحانه وتعالى إبرانينا أن تعبد الله الله من الدمزة إبرانينا أن تعبد الله كأنه كون ما تضيك الدرين لنر ألا إبرانينا إتني منهم إتني منهم يعني تعالى الله عن الشبيه أنه مثلا بقرنما رئيسنما ملكنما كورة كان عند الكور تضيك عند خطواننا اتي 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 نيجي لا مع الفارق كأنه الله سبحانه وتعالى كل ما تضج لنا تكرئ برقنا تعبد الله كأنك تراه إيه درمته صو فإن لم تكن تراه درمته صو فإنه ملي مولي كين ذلك يقولوا لك لك تكرئ برقنا أي أعلى درجة مراتب مرتبني جنر إسلام مولي كين تاني ناصرنا أبو إرودا دوسرة الله سبحانه وتعالى حلقة إرنا توصو تومندرك أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول
فيستمعون أحسن. وشكر الله لكم على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.